أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، وسنناقش فيها فرص نجاح الهدنة المعلنة ومخاطر انهيارها. بكثير من الترقب ينتظر اليمنيون بدء تنفيذ عملية وقف إطلاق النار كبوابة للهدنة المعلنة، بانتظار أن تدخل ساعاتها الأولى بحسب الأمم المتحدة. لكن ما يدور على الأرض ما زال بعيدا جدا عن الوصول للخطوة الأولى في مشوار السلام، حيث يستمر القتال في جبهات عدة، وهو ما يهدد بفشل الهدنة قبل بدئها. فثمة تناقض بين رغبة الميليشيا في التهدئة من أجل تهيئة الدخول في المفاوضات، وبين الرغبة في التصعيد والتوسع الميداني. أكثر من عام على تلاشي الدولة واندلاع الحرائق في البيت اليمني، وخمسة هدن لم تتحقق إحداها على الأرض ولم تصمد في وجه دعاة الحرب. فشل العالم ومعه الأطراف المتحاربة في إيجاد خارطة طريق واضحة المعالم تنهي كابوس الميليشيا وتعيد الاستقرار للبلاد، وبين متفائل ومتشائم بجولة الكويت المرتقبة يعول الكثير على الواقع الميداني المختلف، لعل ذلك يحسم الصراع ويسحب البلاد كليا من تحت بساط الميليشيا. 4 ساعات فقط على موعد صافرة بدء سريان الهدنة المفترضة، على أمل إنهاء القتال الدائر في البلاد وبدء مفاوضات مرتقبة للتسوية السلمية. حصاد مر أسفر عن سقوط أكثر من 66 ألف شخص بين قتيل وجريح منذ بدء الحرب بحسب تقارير دولية، بينما هناك ملايين الضحايا غير مرئيين. وبحثا عن الهدنة، تم الإعلان عن إنشاء 3 غرف عمليات لمراقبة وقف إطلاق النار ورصد الخروقات، إلى جانب الغرفة الرئيسية التي يجري تجهيزها في مقر المشاورات في الكويت. مصادر سياسية قالت أن اللجنة الرئيسية لمراقبة وقف إطلاق النار ستضم 12 عضوا عسكريا من كلا الطرفين. إذن مشاهدينا الكرام، فرص نجاح الهدنة ومخاطر انهيارها هو موضوع حلقتنا في زوايا الحدث اليوم، لكن قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير. الطريق إلى السلام في اليمن يبدو أكثر مشقة ووعورة من طرق الحرب المفتوحة على مصراعيها منذ أكثر من عام مضى. ليس اليمنيون وحدهم من يريدون انتهاء الحرب ووقف نزيف الدماء على الأرض، فقد احتشد عدد كبير من المسؤولين الغربيين في الرياض لإجراء مشاورات مكثفة مع الحكومة والجانب السعودي بحثا عن سلام فقدوه في اليمن. مسقط هي الأخرى تحولت لقبلة أخرى للباحثين عن حل للمشكلة اليمنية، واستضافت العشرات من اللقاءات السرية مع ميليشيا الحوثي بحثا عن مخرج لا ينهي خطر الميليشيا بل يعيد صياغة التحالفات بعد إضعاف جميع الأطراف بحيث تتساوى في الهشاشة. الهدنة التي أعلنت الأمم المتحدة عن موعدها يفترض أن تدخل حيز التنفيذ خلال الساعات القليلة المقبلة ليست هي الأولى، فقد سبقتها 5 دعوات للهدنة استبقت جولات المفاوضات السابقة في جنيف وبيال السويسريتين. وكمن يتوقع فشل الهدنة، حرصت الأمم المتحدة على دعوة كافة الأطراف اليمنية إلى ضرورة الالتزام باتفاق وقف الأعمال القتالية، خطوات إجرائية اتخذتها كافة الأطراف قبل الوصول إلى موعد 10 إبريل تمثلت في قيام المبعوث الأممي بإعداد مسودة للاتفاق. قامت الأطراف المعنية بإبداء ملاحظاتها عليها وإعادة إرسالها، وتم تشكيل فريقين فنيين يمثلان الحكومة والميليشيا لمراقبة وقف إطلاق النار. الخطوة الأكثر أهمية بحسب مراقبين كانت متعلقة بالتقارب الحوثي السعودي وإعلان التوصل لاتفاق تهدئة في المناطق الحدودية وإرسال وفد حوثي للمملكة. نظريا تكاد الأمور تبدو تحت السيطرة، فجميع الأطراف متحمسة للذهاب لمشاورات الكويت، لكن الوضع على الأرض لا يطمئن، فما زال التصعيد مستمرا على كافة الجبهات مع تراجع نسبي لعملية التحالف على الأرض. تبقى التحديات الإنسانية هي الحاضر الغائب عن المشهد، فعشرات التقارير الدولية عن تدهور الوضع الإنساني في اليمن ودخول غالبية عدد السكان تحت خط الفقر لم يشفع لهم بجعل العالم يلتفت بشكل جدي أكثر لإنهاء معاناتهم واعتبار اليمن بلدا منكوبا يحتاج لما هو أكثر من مجرد بيانات وتصريحات عن خطورة الوضع فيه.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ونبدأ نقاشنا وسيكون معنا وزير الثروة السمكية في سقطرى فهد كفاين، وسيكون معنا من تعز قائد الجبهة الغربية للمقاومة الشعبية الأستاذ عبد الصغير، وعلى أن ينضم إلينا لاحقا من اسطنبول الخبير الأمني والعسكري الدكتور عبد الله الحاضري. ونبدأ الآن معك معالي الوزير سيد فهد كفاين، مساء الخير. مساء النور سيد فهد. ساعات قليلة فقط تفصلنا عن بيت سريان الهدنة، لكن حتى اللحظة لم نسمع عن موافقة نهائية من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع، وأيضا الآن يدور الحديث وهنالك أنباء بدأت تتسرب عن تأجيل وعن تمديد لمدة 24 ساعة. حسب هذه المؤشرات، هل ستبدأ الهدنة في موعدها المحدد؟ هو من المفترض أن تبدأ الهدنة في موعدها المحدد، لكن للأسف المؤشرات الواردة من الميليشيات تبعث برسائل غير مطمئنة في عملية الانضباط لما هو يفترض أن تقوم به من وقف إطلاق النار والتوقف عن قصف المدنيين ومحاصرة المدن. باعتقادي أن الأمر يخضع لسيكولوجية رئيسية في مدى قناعة هذه الميليشيات في تغيير وسيلتها للحصول على ما تريده، واستبدال لغة القوة ولغة التدمير والحرب بلغة التفاوض والتشاور، ومن ثم التوجه إلى الانخراط في العملية السياسية من خلال امتلاك الأدوات السياسية وليس أدوات التدمير وأدوات الحرب. إنما لا نريد أن نستعجل الأمور أو نبعث برسالة سوداوية للحكومة. منذ الوهلة الأولى ومنذ بداية الأزمة تحرص دائما من خلال أفعالها ومن خلال خطابها إلى صناعة السلام وإيجاد مناخ قابل للوصول إلى السلام في البلد، وهذا ينطلق من مدى مسؤولية فخامة رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية عن الشعب اليمني وعن البلد بشكل عام. هذا ما يجعلنا نتفائل بأن تبدأ الهدنة في وقتها المحدد، ونأمل أن تلتزم ميليشيا الحوثي وصالح تطبيقها، ونحن متأكدين واثقون كل الثقة. نعم سيد. المجتمع الدولي والأمم المتحدة هذا المرة أكثر جدية في إلزام هذه الجماعات للالتزام بالهدنة وقف إطلاق النار للهدنة، وإلزامها أيضا من سيد فهد. قلت أكثر جدية، الأمم المتحدة هذه المرة أكثر جدية، ولكن كيف؟ ما هي الطرق التي ستتبعها؟ إلى الآن ساعات فقط تفصل عن بدء السريان ولا يوجد موقف نهائي من قبل الميليشيا. ما هو رد الأمم المتحدة الراعية لهذه الهدنة؟ كيف هل هنالك موقف لها لعدم وجود رد نهائي من الميليشيا؟ لا، هو المجتمع الدولي الآن وحتى الحكومة الشرعية ما تنتظره من هذه الحكومات خيار واحد وواحد فقط، هو وقف إطلاق النار وإيقاف عملية الحرب ومهاجمة المدن والمدنيين. نعم، هذا فقط، لا خيار غير هذا. إلى الآن الأزمة أكثر من سنة منذ اجتياحها للمدن واحتلال هذه البلد، ولا زلنا نمد اياد السلام ونوفر فرصه بعد اخرى لهذه الميليشيات ان تتعقل وتستبدل لغه القوه بلغه السلم، انطلاقا من مسؤوليتنا عن المجتمع وعن الدوله وعن الشعب في اليمن. والا هناك خيار واحد، خيار اخر ما يريد بان يستمر، وبينما هو كان ولا يزال قريبا من الحسم. الخيار العسكري جاء امام هذه الحكومه، امام هذه الميليشيات لحسم المعركه واعاده الشرعيه الى كل ربوع البلد، لينعم شعبنا بالسلام، ونذهب جميعا الى استئناف العمليه السياسيه التي اسقطها الانقلاب في مارس
نعم سيد من العام الماضي. نعم سيد فهد، دابت دائما الميليشيا على اللجوء إلى سياسة التسويف والمراوغة قبل بدء أي جولة من المفاوضات، وهذا ما شهدناه في جنيف واحد وجنيف اثنين. هل لدى الحكومة أو لو استطعنا القول الأمم المتحدة هذه المرة ضمانات بتنفيذ الميليشيا للقرار الأممي؟ اتوقع انه من خلال التجارب، من خلال المحاولات الماضيه لوقف اطلاق النار وعمل الهدن الانسانيه المتلاحقه التي للاسف لم تصمد نتيجه الخرق من هذه الميليشيات، بدانا ندرك انه لابد من ايجاد اليه اكثر جديه. والان نحن امام غرف لمراقبة الالتزام بالهدنة وبوقف اطلاق النار، وهناك مسودة مجموعة من البنود المتعلقة بآليات وقف اطلاق النار. في الحقيقة هناك عمل أكثر نظم وأكثر واقعية وعملية هذه المرة خلاف المرات السابقة. هذا الذي جعلنا نتفائل أكثر بأننا فعلا سنبدأ به الهدنة ووقف اطلاق النار. لكن كما اشرتم، هذه الجماعات دابت على المراوغه وعلى التعبير الحقيقي عن رغبتها في مواصله التدمير والاحتراق. نامل ان تتعقل هذه الجماعات. في الحقيقه نحن في الحكومه تامل بان يتحقق السلام وتعود الشرعيه ليستطيع الشعب اليمني ان يستأنف عمليته السياسيه ويبدأ في بناء اليمن الاتحادي، اليمن الجديد. هذه فرصة ينبغي ألا تفوت، وينبغي على الجميع أن يتعكر وأن يلتقطها للوصول إلى سلام وتحقيق أمن وسلام كامل. سيد فهد، على ذكر مسودة الاتفاق، أنت سرت في حديثك مسودة الاتفاق وبعض بنودها التي تضمن جدية المفاوضات هذه المرة. الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام قال بمنشور مكتظب على صفحته أنهم تلقوا نسخة من هذه المسودة، وأنهم بصدد التشاور على وإعطاء ملاحظات حول تلك المسودة للأمم المتحدة. ماذا عن الحكومة؟ هل تسلمت نسخة من هذه المسودة، وهل نستطيع معرفة بنودها؟ طبعا في مثل هذه اللحظات، فيما يسبق الهدنة ويسبق المشاورات، لا نريد ان نكثر من التصريحات ومن حتى التوقعات. نحن هناك فريق سياسي، وهناك فريق ايضا مكلف بالمشاورات. الحديث حول هذه البنود والتفصيل فيها، نريد ان ينحصر على هذا الفريق. هناك ناطق ايضا رسمي للحكومه، لكن بالمجمل طبعا الفريق السياسي وفريق المشاورات امس اجتمع وفي لقاء مع فخامة رئيس الجمهورية، وتم الاطلاع على البرنامج وعلى هذه البنود. وهناك فعلا هناك تواصل مستمر بين الحكومة والفريق الحكومي المكلف بالمشاورات وبين المبعوث الرسمي للأمم للأمين العام للأمم المتحدة، وهناك تواصل مستمر. نعم، هناك تفاؤل في الحقيقة بأن تجري الأمور إلى 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 البدء في المشاورات. نعم، إذن أنت تؤكد أن الحكومة تسلمت نسختها من المسودة. إذا ما قلنا أن يمكن أن يكون سبب تأخر الموقف النهائي من بدء سريان الهدنة للنقاش الجاري حاليا حول بنود المسودة مع الأمم المتحدة، هل نستطيع نقول هذا؟ اعتقد انه مجملا الخطوات من كلا الجانبين على ما يبدو انها تتجه لعقد المشاورات في وقتها المحدد. نعم سيد فهد، التقدم في مسار التفاهمات بين الرياض والحوثيين وتشكيل لجنة عسكرية مشتركة لأول مرة للإشراف على وقف الأعمال القتالية، هل يبدو هذا
كافيا للتفاؤل بتوصل لاتفاق سياسي دائم لإنهاء الحرب والانقلاب؟ هو التفاؤل والأمل قائم، نعم، سواء بعد هذه الخطوات، وما اختلفنا في التوصيف ما حصل بين الجانبين، لكن على كل حال هو الوضع في مجمله يتجه الى تنفيذ او البدايه على الاقل في المشاورات في وقتها المحدد. انما التفاؤل ربما لا نريد ان نستبق الاحداث في الحقيقه. هناك بعض المؤشرات سلبا وايجابا، ولكن من خلال البدايه في وقت اطلاق النار خلال الساعات القادمه، وايضا بدايه المشاورات في وقتها المحدد، ستطرح ملامح المرحله المقبله بعدها. نعم، اذا في حال لم تلتزم الميليشيا بالهدنة المفترضة واستمرت في تصعيدها العسكري، ما مخاطر ذلك على جولة المفاوضات في الكويت؟ نأمل أن تلتزم الميليشيات في الهدنة وأن لا تخرقها، ولا نريد في الحقيقة أن نتوقع الخيارات الأخرى. نأمل بأن يصمد الجميع أمام داعي الحرب إلى داعي السلام. هل نستطيع القول أن البدء في المحادثات مرهون بالالتزام بالهدنة ووقف إطلاق النار، أم أن المفاوضات ستبدأ إن تم الالتزام أم لا؟ هناك علاقة تكامل في الحقيقة بين الهدنة وبين البدء بالمشاورات، وأعتقد بأن الجميع سيذهب إلى المشاورات، وتكون الهدنة تمهيدية لهذه المشاورات. إنما في حالة تم خرق الهدنة، في الحقيقة ستكون المشاورات صعبة، عندما تسير في المشاورات بينما المدن لا تزال محاصرة والمدنيين لا زالوا يقصفون من هذه الميليشيات. نعم سيد فهد، بعد موافقة الحوثيين على الذهاب إلى الكويت، ألقت البحرية الدولية على عدد من سفن السلاح كانت في طريقها للحوثيين. بمؤازرة ذلك، صرح قائد الحرس الثوري الإيراني أن دولته ستجعل السيف الحوثي أكثر مضأ في المستقبل، ووعد باستخدامه في عقاب السعودية. ماذا يعني هذا التصعيد الإيراني في هذا التوقيت بالذات مع انطلاق هذه المفاوضات؟ في الحقيقة هذه اللغة التصعيدية تعودناها من مثل هذه الجهات، ولكن نعمل على الأخوة في إيران بأن يبعثوا برسائل إيجابية وتساهم في صناعة السلام في اليمن. نعم. وأما عملية ضبط السفن الأسلحة الذاهبة إلى الحوثيين، أنا قلت في بداية الحديث هناك مؤشرات إلى لعدم الجدية للأسف الشديد، وهذه نعم. أهم المؤشرات، من يجمع السلاح ولا زال يهرب السلاح إلى اليمن، طرف يقوم بهذا الأمر، معنى أنه لا زال خيار الحرب وخيار القوة موجود عنده ومتمسك به. مرة ثانية وثالثة، نأمل أن يلجأ الجميع إلى استبدال لغة الحرب بلغة السلام، ونؤكد بأن هذه الميليشيات وغيرها لا يمكن أن تحقق الحكم وتحقق ما تريده من الأهداف السياسية بلغة القوة وبلغة السلاح، لا أبدا. التحقيق المكاتب السياسية والأجهزة السياسية يأتي عن طريق الانخراط في العملية السياسية وصناعة شراكة سياسية مع مختلف المكونات. لا يمكن لأي مكون من المكونات السياسية في اليمن أن يقصي الآخرين ويحكم اليمن على الجماجم وعلى الدماء. مثل هذه النظرية الخطيرة والكارثية جربت وفشلت. سيد فهد، اسمح لي وابقى معي، واسمح لي الآن لأنتقل لأشرك معنا في الحديث عبد الصغير قائد الجبهة الغربية في تعز. مرحبا بك سيد عبدو، ودعني أبدأ معك من تصريح لبن دغر اليوم في قناة العربية الإخبارية، أن الحكومة الشرعية جاهزة للالتزام بوقف إطلاق النار، وأن هناك تعليمات صدرت لكافة أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالاستعداد لوقف إطلاق النار. ما
ما صحة هذه الأنباء؟ هنالك فعلا تعليمات صدرت للقيادة العسكرية للمقاومة والجيش في الميدان بذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وحيا ضيفكم الكريم وجميع المشاهدين. أهلا بك. مبدأنا في المقاومة الشعبية والجيش الوطني أن نجنح السلم إذا جنحوا هؤلاء السلم، لكننا نعلم تماما أنهم لا يعيروا السلم والسلام أي أهمية، وإنما الدماء ووسائل سفك الدماء هي وسائلهم وطرقهم وأساليبهم. ما يخص إعلان الحكومة أو تصريح الأخ الدكتور أحمد عبد بن داغر رئيس الوزراء حول الهجمة، لا شك أن جميع المكونات المقاومة الشعبية والجيش الوطني سنلتزم بما سيرد من الحكومة الشرعية والقيادة الشرعية في هذا الجانب. إلى هذه اللحظة لم نبلغ بوقف إطلاق النار من الأطر القيادية في المقاومة الشعبية والجيش الوطني. نعم. نحن ننتظر إذا كان هناك وقف إطلاق النار وسيلتزم به هؤلاء المجرمون القتلة، فنحن على أهبة الاستعداد للالتزام به، وإذا لم يلتزموا فقواتنا وشبابنا في جميع ميادي القتال جاهزين للرد والرد بعنف. ولكن هناك كان أنباء تتحدث عن رفضكم للهدنة. عن إيش؟ عن رفضكم للهدنة. من حيث المبدأ نحن سنلتزم بالهدنة إذا التزم هؤلاء بالهدنة. نعم. ونرفض الهدنة إذا كان هؤلاء سيتخذوا من الهدنة مجال للمجايدة ومجال لللف والدوران وتجهيز أنفسهم وترتيب أوضاعهم، لأننا كما نعلم جميعا خسائرهم الكبيرة وأيضا انتكاساتهم والروح المعنوية لمقاتليهم تعتبر صفر. وبالتالي المقاومة صحيح أن لا يعنيها مسألة الهدنة كقرار، لكن ما يعنينا في الهدنة هو تطبيقها في أرض الواقع. تعز من أهمية بنود الهدنة لديها أن يفك الحصار عن تعز، أن تسحب الميليشيات قواتها من منافذ المدينة، أن تسمح بحرية التحرك للمواطنين داخل المدينة وتوقع قصار المدينة. أما إذا كانت هدنة ورقية وهدنة على الورق، يوقع الموقعون على هذه الهدنة ما يجف، لا يجف حبر هذا مداد هذا التوقيع. نعم. إلا والميليشيات تقصر المدينة، فنحن ضد هذا الإجراء وضد هذه الهدنة التي لا تأتي بمطلبات أبناء تعز والمقاومة في تعز. نعم. إذن سيد عبدو، أنت كقائد ميداني في الأرض، هل المؤشرات على الأرض توحي بأن الميليشيا ستلتزم بوقف إطلاق الهدنة وبوقف إطلاق النار عفوا وبالهدنة، حيث أنها بحسب إعلان الأمم المتحدة ستبدأ من مدينة تعز؟ أنت كأحد الموجودين في الميدان ومن خلال المؤشرات على الأرض، هل ستلتزم الميليشيا؟ نحن خبرنا هذه الجماعة في كل الهدن السابقة أنها أول من يخرق الهدنة وأول من تقصف المدينة والمدنيين بشكل عنيف وبشكل كبير جدا. نعم. المؤشرات إلى هذه اللحظة نلاحظ تعزيز قوية تصل المدينة، إعادة تموضع لبعض الأسلحة الثقيلة حول المدينة، هذا يدل دلالة واضحة أنها ترتب لشيء. نحن نقول لهذه الجماعة لا تستغل الهدنة كوسيلة تركيب لوضعها للقيام بعمل همجي آخر لمدينة تعز، ونعدها بأن المقاومة الشعبية والجيش الوطني على أهبة الاستعداد لمقابلة أي تحرك أيا كان هذا التحرك ضد هذه العصابة، وسنريها أفعالنا القاسية وأيضا معاركنا التي تدمي قلوبهم وتدمر آلياتهم، فنحن على أهبة الاستعداد لأي خرق تقوم به هذه الجماعة في الميدان. نعم سيد عبدو، ما إذا عدنا للحديث عن التنسيق بينكم وبين الحكومة الشرعية، أنت أسلفت في الحديث أنه لم يتم إصدار تعليمات لكم بوقف إطلاق النار حتى اللحظة، ما مدى التنسيق بينكم وبين الحكومة الشرعية وقيادة التحالف؟ قد تكون الحكومة إلى هذه اللحظة لم تبلغ رسميا ولم أيضا تتفق رسميا عبر وفدها المفاوض في الكويت بالهدنة. نعم. إلا نسمع عن أخبار من هنا وهناك أن الجماعات الحوثية وميليشيا الصالح ما زالت حتى هذه اللحظة لم توافق الهدنة أو أن لديها تحفظات كثيرة جدا، وبالتالي نحن نبلغ بالهدنة
إذا كان قد اتخذ قرارا رسميا بتوقيع جميع أطراف الهدنة. أما أن نعلن الهدنة من طرف واحد أو تعلن الأمم المتحدة أو غيرها ونحن نقتل ونبات في الميدان، فنحن ضد هذا الإجراء. نحن نبلغ رسميا من قيادتنا الشرعية بهدنة فنطبق هذه الهدنة. ما لم نبلغ رسميا من قيادتنا بالهدنة لا يهمنا إعلانات هنا أو هناك عن الهدنة وعن وقتها وزمانها، بقدر نعم. ما يهمنا أن نتبع الأطر الرسمية والقيادية في الدولة. نعم، وصلت الفكرة. إذن السيد عبد الصغير قائد الجبهة الغربية في تعز كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. ولمشاهدينا الكرام نعود إلى ضيفي الأستاذ فهد كفاين. سيد فهد، إن كان الاتفاق السياسي لا يزال بعيدا، فهل ستصمد الهدنة هذا إذا تمت، وهل ستتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار حتى إذا لم يخرج المتفاوضون إلى حل سياسي؟ خلينا نركز في توقعاتنا على الجانب الإيجابي بشكل عام. هذه الهدنة هي عبارة عن مرحلة تمهيدية لتهيئة للمشاورات. هذه المشاورات من المفترض بأن تخرج في مقاربات وتفاهمات تحت ظل القرارات الدولية وبالتحديد قرار 2016. إذا ما تحولنا إلى تنفيذ هذا القرار، هذا القرار بحد ذاته سيشمل بعد ذلك عملية وقف إطلاق النار ومجموعة من الإجراءات التي تقضي إلى عملية سياسية، من بينها سحب الأسلحة من الميليشيات، عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة صنعاء، ومن ثم إجراءات أخرى أكثر تفصيلية لعملية إرساء السلام، ومن ثم الانخراط في العملية السياسية. أعتقد أنه من الصعوبة بأن نتوقع لتجزئة هذا الحزمة بشكل عام إلى 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 أكثر من حزمة. يعني عملية خرط الهدنة تؤثر بصورة مباشرة على المشاورات. نعم. عدم الخروج باتفاق من المشاورات بالتأكيد تؤثر على استمرار وقت إطلاق النار والهدنة بشكل عام. نعم، هناك تكامل بين الأمرين، وهذا التكامل سيفضي إلى مرحلة أخرى أكثر تفصيلية وأكثر عملية. نعم، إذن السيد فهد كفاين وزير الثروة السمكية في سوق قطرة، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى ضيفنا الخبير الأمني والعسكري الدكتور عبد الله الحاضري الذي هو معنا من اسطنبول. مساء الخير سيد عبد الله. مساء النور، حياكم الله. سيد عبد الله، وأنت خبير عسكري وأمني، ما إذا سألناك عن اللجنة الأمنية التي تم تشكيلها لمتابعة وقف إطلاق النار وتمكنها من ضبط الخروقات وتسجيلها، ما تحليلك؟ أعتقد أنه اللجنة الأمنية هي عبارة عن إدارة أشبه ما تكون إدارة تنفيذية ستكون في الميدان. نعم. في مراقبة مدى جدية الأطراف، أو معنى أدق لمدى إمكانية تنفيذ التهدئة وفقا لما تم التوافق عليه كما أعلنت بذلك الجهات المختصة. وأعتقد نعم. أن اللجنة الأمنية وتشكيلاتها أو لجنة مراقبة إطلاق النار كانت تسمياتها على قدر من الكفاءة المعروفة والمتعارف، خاصة من الجانب الحكومي الذي اعتقد انه اصحاب خبرات. واعتقد ان المساله عائده الى الاراده السياسيه ومدى امكانيه فعلا او جديه هذه الفتره الزمنيه هذه للتهدئه. اعتقد الان انه بالنسبه للجنه مراقبه اطلاق النار واللجنه التنسيقيه كفاءات، ويمكن ان اقول انه فعلا هذه اللجنة يعني ستكون مكلفة فقط بالتنفيذ، أو بمعنى أدق بمراقبة التنفيذ، وإن شاء الله تتوفق في أداء مهامها في عندما تدخل في حيز التنفيذ إن شاء الله. نعم، إذا هنالك تناقض بين رغبة الأطراف في التهدئة من أجل إنجاح المفاوضات وبين رغبتها في التصعيد والتوسع الميداني من أجل تحسين الوضع التفاوضي، كيف يستقيم هذا الأمر؟ طبعا في هذا الملف خاصه الملف السياسي يعني الشائك. نعم. ومساله المفاوضات ليست فقط يمنيه خالصه، واعتقد ان هناك تعقيدات او مجموعه من الاجندات سواء الاقليميه او الدوليه. اعتقد انه يعني التجربه، او خاصه على الاقل بالنسبه لي شخصيا، يعني تجربتي في في فيما يخص المفاوضات والتهدئات مع الحوثيين ومع الانقلابيين، اعتقد انه
لم يلتزموا الى حد الان من بين اكثر من 100 اتفاق وتهدئه، لم يلتزموا على اتفاق واحد او تهدئه واحده من 2004 تقريبا، ونحن نعرف منهجيتهم. عقليتهم السياسيه وعقليتهم الامنيه مرتبطه بالعقليه خاصه الحوثيين، مرتبطه بالعقليه الايرانيه والفكر الايراني، واعتقد هناك صعوبه في تجشم او في فهم ماذا يريد هؤلاء الأخوة الذين خرجوا علينا والذين لعبوا بالبلاد والعباد، حتى نصل إلى مفهوم محدد. ينبغي أن نفهم أيضا العقلية الإيرانية والأجندتهم في الداخل اليمني. لذلك من الصعوبة بالمكان التكهن، ماذا يمكن أن تنجح هذه التهدئة من عدمه إلا بمعرفة بالضبط ماذا تريد إيران بالضبط، يعني وهل هي موافقة أصلا يعني على هذا، على مسألة التهدئة أو لا، لانه لا يوجد انفراد حقيقه في العقليه الحوثيه، ليست متفرده خالص، وبالتالي يصعب انه البناء عليها من خلال تجربتها السابقه ونقول انهم جادون في التهدئه. اعتقد ان الطرف الحكومي او الحكومه الشرعيه جاده في التهدئه فعلا، فهي تتحمل مسؤوليه تاريخيه، واعتقد ايضا انه التحالف جاد ايضا في التهدئه. يبقى فقط شيء واحد، انه مدى جديه الانقلابيين في التهدئه ايضا، وهذه مساله يصعب التكهن بها. إذا كان الأمر هكذا، إذن على ماذا تراهن الأطراف الراعية لهذه المفاوضات، خاصة بعد تجارب عديدة سابقة مع الميليشيا وعدم التزامها؟ حقيقة هي نفس عندما نتابع الخط، خط سيرهم في رعاية المفاوضات، نجد أنه ليست جدية، في شيء مبهم، في حلقة مفقودة. نلاحظ أن قرار مجلس الأمن واضح، إذا كان هناك جدية فالأصل أنه تلتزم أيضا مجلس الأمن الدولي واللجان المتفقة عنه أيضا تحرص على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، لكن منذ صدوره إلى الآن لم نلاحظ أي جدية في مجلس الأمن الدولي أو في الأطراف الراعية للمبادرات أنها تنفذ قراراتها، أو على الأقل تلزم الطرف الذي يخرج عن هذه القرارات والذي لا يلتزم بالتهدئة ولا يلتزم بالقرارات على الأقل أن تنزل به العقوبات الذي ينبغي أن تتخذ في والذي اتخذت أيضا في كثير من القضايا على المستوى الدولي. لكن نلاحظ في الملف اليمني لا يوجد جدية، مجرد كلمات، مجرد اتفاقيات جميلة لكنها غير قابلة للحياة، تموت لأن الحوثيين ببساطة لا ينفذونها ولا يلتزمون بهذه التهدئة، مهما كانت مبرراتهم ومسوغات الحوثيين والانقلابيين في عدم تنفيذها، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى ما, 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 ما يجري على المستوى العملياتي وما يجري للمواطنين وما يجري في تعذيب الذات من دماء تسفك. وبالتالي أعتقد أنه الآن الإشكالية في العقلية فعلا الحوثية، أعتقد أنه المجلس الأمن الدولي إلى حد الآن لم يتخذ قرارات حازمة، وفي تصوري أنه الولايات المتحدة الأمريكية لها دور سلبي في هذا الموقف، خاصة وهي للأسف تعتبر، أنا في تصوري أنه الحوثيين يعتبروا طفلا مدلل إلى حد الآن، الأمريكا حريصة عليه كل الحرص، ولذلك لم يؤذى، لم تتخذ ضده أي عقوبات، لم يلاحظ أن هناك جدية في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي. لذلك أنا حقيقة ربما أعذر الحوثيين، فهناك من يحميهم وهناك من يؤثر المصلحة الحوثيين على المصلحة اليمنية العليا. أعتقد الآن أنا أدعو الحوثيين للالتزام بهذه القرارات، أعتقد أنها آخر فرصة، لن تستطيع أمريكا أن تحميهم إلى ما لا نهاية، لن يستطيع بعض الأطراف الإقليمية أن تحميهم إلى ما لا نهاية، اليمن هو الذي سيحميهم في الأخير إذا التزموا بهذه القرارات والتزموا بالتهدئة. أتمنى أن يستغلوا هذه الفرصة، أتمنى على أخواننا الحوثيين، أتمنى على أخواننا الإنقلابيين، أتمنى عليهم جميعا أن يلتزموا بهذه التهدئة لمصلحتهم ولمصلحة اليمن. التاريخ يرقب هذه اللحظات، التاريخ لا يرحم، التاريخ يدون، والآن نحن في مرحلة حرجة، وأتمنى أن يلتزموا ويلتقطوا هذه الفرصة التاريخية قبل أن تضيع إلى ما لا نهاية. نعم، وصلت الفكرة وأتمنى أن تصل رسائلك. للأسف ذهبنا الوقت. السيد عبد الله الحاضري الخبير الأمني والعسكري، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي السيد فهد كفاين وزير الثروة السمكية، وكان معي عبد الصغير قائد الجبهة الغربية في تعز، وكان أيضا معي عبد الله الحاضري خبير أمني وعسكري. والشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وهي لكم من الإعداد من زميلي محمد القاسم. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء.